الرحمن الرحيم. لنا أن نتخيل الأوائل الذين سكنوا هنا كل طرق مشي يعني، وزراعة هذه المدرجات على منحدرات جبلية، معرضين طبعا للسقوط لانهيار هذه المنحدرات، ومع ذلك استطاع أن هذه الجبال الخشنة أن يهيئوها، هذه السفوح أن يهيئها للزراعة، ويجروا أيضا مياه من الأعلى، سواقي رأيناها بين الحجارة قد شقت. طبعا اليوم كثير من هذه المدرجات للأسف ما زرعت الآن لأحيانا، لأن الذين كانوا يزرعون قد فارقوا الحياة وأبنائهم ارتبطوا بالوظائف، فعلى قلة المعدات على قلة الإمكانات نجح الأوائل في عمارة هذه الأماكن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض من يهيئ أماكن كثيرة في الجبل الأخضر لتزرع، لأن كل ثمار التي يعني تصلح في الأماكن الباردة تصلح في الجبل الأخضر. الجبل الأخضر هو كنز من كنوز عمان يحتاج إلى استصلاحه وزراعته. هناك طبعا إنسان لينظر إلى الساقية كيف إن مرت في أماكن شقفة وهيئت بالصاروخ وبالشق، الحمد لله على نعمه وفضله.